الأنور وهي الشاهد الوحيد إنه على نكبتنا يعني وعلى تهجيرنا. فهي الأنوروا صارت مثل هذا شيء أساسي تابع للفلسطينيين من ناحية تأمين الطبابة، تأمين التعليم، تأمين النظافة ومطالب بحقوق الشعب الفلسطيني إلى حين حق العودة، يعني حتى نرجع أرضنا. إنسانياً كمان تاني شيء صراحة بموضوع الطبابة، في ناس ما قادرة يعني تتعالج، بيعطوها تحويل من مستشفى لمستشفى لحتى تقدر تروح تتعالج. وهم شيء منهم يمكن موضوع غسيل الكلى، موضوع السرطان. يعني أنا في يعني أنا عندي أختي مريضة بهذا المرض صراحة، الأنروا يعني بتفيدها بموضوع إنه الكيماوي. يعني البلد مثلا بلبنان عندهم أزمة بالدواء، عم بيشتروا بأسعار خيالية. نحن الدواء الأمراض المزمنة، مثل أنا واحد الأشخاص اللي عنده مرض سكري، فأنا كل شهر الأنروا عم بتأمن لي دواء السكري ودواء الدهنيات. موضوع حتى البيئة، يعني نحن عم نستفيد بالمخيمات، موضوع انه الزبالة، تنشال الزبالة. هلا انا بالزبالة عم بشتغل، بكنس الطريق، بلم اكياس، بكبهم وبنشتغل باليوم، واذا عطلنا يعني ما بنحسب، بنخصم مننا. يعني اذا اشتغلنا بناخذ مصاري، واذا ما اشتغلنا ما بناخذ مصاري. اذا وقف المشروع حيضر انه كثير شباب أو جماعة مقدمين ليتوظفوا، وإذا وقف كمان حيضر المخيم لأنه حيصير زبالة كتير بالمخيم وحطوه في المجرير. كفلسطيني سوري، إذا الأنروا قطعت خدماتها أو قلت أو تقلصت بلبنان، هذا الشيء رح يأثر كتير علينا. أول شيء لأنه كل شهرين الأنروا بتعطينا مبلغ رمزي لحتى ندفع فيه إيجار البيوت، أو هي بتتكفل بحق الإقامة يلي بندفعها نحن للأمن العام اللبناني. خدمات الأنروا كتير مهمة بهاي النقطة، لأنه هي تقريبا بتشيل عبء تقريبا شيء $1000 على العائلة الفلسطينية السورية بخلال 3 أشهر أو 4 أشهر حسب الإقامة اللي بتعطيها للأمن العام. وكمان إذا أجار البيت $200، الأنروا بتدفع $100، فبيضل عليك أنت $100، يعني بتشلك نص أجار البيت. فكتير مهم بحال وقفت أو تقلصت، يعني في عندك كتير عائلات رح يفوتوا بالحيطان، وأولهم نحن. يعني ضابين اولادنا بالمدارس اول شغله، ونحن ما بنقدر نروح نحط اقساطات برا مدارس. واذا بتوقف الأنروا اولادنا بيدوروا بالطريق، وحق الطفل انه يتعلم هذا حقوقه، وسلاحه علمه الطفل. اذا اولادنا قعدت بلا مدارس شو بيصير باحوالنا؟ هي قضيتنا، يعني اقل ما فيها انه الولد يتعلم، حقه انه يتعلم. ليه انه بدها توقف الأنروا؟ I'm gonna go.